وحول تطورات الوضع في جمهورية السودان الشقيقة، نؤكد مجددا حرصنا البالغ على أمن واستقرار السودان وسلامة أراضيه، كما نعبر على ترحيبنا بالجهود المحلية والإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الملائمة لحوار سياسي شامل. وننوه في هذا المضمار بالمحادثات الجارية في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، وبصفتها عضواً في لجنة الإيجاد المكلفة بالوساطة في الأزمة السودانية، فإن جمهورية جيبوتي ستواصل مساعيها لتنسيق المواقف مع باقي دول الإيجاد المنخرطة في هذه الوساطة ومع الدول العربية كذلك، مؤكدين على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل إنهاء الأزمة في أسرع الوقت. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.